رميدة حامد ولدي كان تيلعب لباتا كلشي تيلعب بالليباتا ولدي تيخرج من الخدمة تيلعب بالليباتا تبعو المطاردة ديال الماطرية من ولدي السوقر من هبط هبط انتيردي في طريق جديدة ديال قنطرة ديال الحيمولة اسماعيل طالع بوليسي بلاديستي ضربو قتلو في البلاصة الماطرية نهار 4 في شهر 8 من ولدي من طلعو الماطرية حتى الحي السلام ولا رجعو لقاو البوليس بلاديستي مغطي ولدي حشومة كاع مغطي ولدي بالجاكيطة ديالو ما جيت مع المونة ما دار الكوستاتور جا دار اللي بغا جا كوستاتور عيطولو هما تيدي كوستا وجا كوستاتور عيطولي المولاي عبد الله انا لا حالة لا يرثي لها انا تنطالب هاك الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي في هاد القضية الناس جات جاني قال لي انا نعطيك ورقة باش دي ولدك الفوريال قال لي ما حضر وسنيت عليه وما قريت وما عاد قلت له عطيني نقرا قال لي ما عاد قراش المهم سنيت عليه مشاو دخلوا طاحوا تيضحكوا بعضياتهم وعيط الاخر تليفون دخلوا للبيرو اللي قتل ولدي عطاهم شيك وعطا وتيت عطاني ورقه صغيره من جا عطاني قلت له هذه ورقه كبيره والاخرى صغيره قال لي دي ولدك الفوريان وسيرو اسكت بخصوص هذه المتظاهره استاذ شنو كتقول فيها؟ انا تنطالب الحقوق ديال ولدي وديال الاولاد اللي كاع اللي هادشي ديال الاجرام ضحيه لهذا الاجرام ضحيه لهذا الاجرام دفعت الوكيل الملكه هو ودفعت السي الحموشي ها هي وما كنت حتى شي حاجه اللي والو ما جاوش عندي ماشي السي الحموشي حموشي دير الحال ولا غتوحش المهم ها هو ولدي ها هو ضاع عليا والكوستاتور دار اللي بغى يوسف وجاو تعداو عليا شي حقره على الدراوي حقروها على الدراوي ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.